فكر منيح الله يخليك، انا رح اموت. ما بعرف شو بدي اعمل، انت قولي وانا بنفذ. انا شو بدي اقول؟ شو طالع بايدي اصلا؟ طيب انا شو طالع بايدي؟ ابوكي بده مصاري، منين بدي اجيب له بيت وسياره؟ هلا ما عندك غير هالحل؟ حبيبتي شو بدك؟ نهرب؟ ليش انت بتقبل؟ طيب وين بدنا نروح؟ ما في مكان. حاسس حالي مخنوق. تعرفي احيانا بتخطر بافكار جنونيه. نفس فكره واحده بس، اعمل اي شيء ابراهيم وانا معك صدقني. خليني احس انك ما تخليت عني ببساطه، حس انك دافعت عني، قتلت من شاني. يعني انا اللي ما عم بقدر افهمه، ليش هن الاثنين ما بيهربوا بيتجوزوا على سنه الله ورسوله؟ ولك يا غاده، ولك هدول المتعلمين بيحسبوها غير شكل. بالله؟ ايه ايوه. ابراهيم فكر بحل، فكر منيح. معك اسبوع وانا ناطرة ردك. وين انسى سلمى؟ معلش تسلمي لي يا غادة، انا تأخرت كتير. يعني بس نشرب فنجان قهوة سوا. خلص مرة تانية. على راحتك. يلا بالاذن. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، ولا يهمك، اذا بدكم تهربوا وتتزوجوا على سنه الله ورسوله هربوا، وانا بجيبكم لعندي لهون وخلي حدا يسترجي يقرب عليكم. يا ريتني مثلك يا بدر، ما كنت خفت من حدا ابدا. ابراهيم جهز دوراك وصدقني ما رح تندم. ما بعرف، طول بالك علي شوي. مثل ما بدك، بس تذكر اني انا بجنبك وانت غالي ابو البر. تسلم تسلم. أهلين دكتور. كيفك؟ الحمد لله تمام. شوفي أنا جاي صعي صدفة، بس بنفس الوقت كمان جاي أصلا، عندي حوالي ما بعرف كيف بدي أخرجها من هون البنك. أنت بتعرفي الأصول أكثر مني طبعا. تكرم عينك. بس قبل، عندك شي بعد الدواء؟ أنا عازمك على فنجان قهوة، إذا وافقتي سوي لي الحوالي. إيه ما في مشكلة أبدا. دقيقة بس. شكرا. جمانة شوفي لي إياها بالقطع الأجنبي. بخصك؟ ابن خالتي. أيوة العريس. حاسس حالي عاجز، لا فيني أتركها لسلمى ولا فيني أنساها. لك ما فيني دافع عنها ولا قاتل مشانها. جبان؟ لك أنا جبان؟ رحت لعندها ما أقنعته، قالوا لي يا ابني ما إلك عنا نصيب. بس ما رحت كل يوم، ما رحت كل يوم. ما بعرف خايف عليها ولا على حالي، والله ما بعرف. إبراهيم، سلمى كمان لازم تدافع عن حبكم، لازم تدافع عن علاقتكم وتحاول تقنع أهلها. عمر لا تهون علي، أنا ضعيف ضعيف. وين بدي روح بذاكرتي؟ وين؟ كله فقر وزل وتعتير وإهانات، وبالأخير حب ما كنت أحلم فيه، وهلأ ماني قادر أدافع عنه. وأنت موافق إنه أهلي وأهلك اختارونا لبعض؟ شوفي سلمى، بالمبدأ أنا ماني موافق، أصلاً أنا ماني مع هذا المبدأ، بس أنا عايش برا كل عمري. تزوجت برا حتى، بس انا ما شايفك متخلتي، يعني عمليا احنا تعرفنا على بعض
الشاب وبنت الله. إني منك عشان خير الأهل مو دائما غلط، أحيانا تصدف بصير صح، وأنا بدي أعمل عيني. هذا اللي بيهمك؟ لازم مو هذا اللي بيهمني، بس بيهمني أنت، بيهمني أعرف رأيك. شو رأيك؟ ما بعرف، خليني أفكر شوي وأنا برد خبر لخالتي. السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام. ليش معذبة حالي؟ كان الورق طلع جابه؟ بسيطة، طلبية صارت جاهزة. يسلموا إيديكي، صراحة انقذتيني. أبو طارق شو رأيك نتحاسب؟ شو رأيك تاخدي طلبية تاني أو تيجي تستلمي الورشة دي؟ يا سيدي كتر خيرك، بس بتعرف أنا متعودة على شغل البيت وزبايني ما بقدر أتركهم. بس إذا كنتم مزنوقين تكرم عينك يا أبو طارق، أنا بساعدكم. الله يخليك يا ست ماهر، بس مر إلي هالطلبية، هات من إيد الراب. طيب بس لا تكتر لي، أنا كمان زبايني بدي خلصهم علي. لا 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 خلاص ما بكتر لك، بدك تاخذيه خديه، ما بدك تاخذيه اتركيه. يلا مشي. لا عيوني بيتي. شطرقتوا حبيبة القلب؟ يا ستي شكلها خلاص بح طارت عليها، والله بتفهم. شو إبراهيم جاهز؟ يلا يا صبايا. يلا تفضلوا تفضلوا. شو؟ أنا مو جاي على بالي، مرحبا. اهلا وسهلا. عفوا بدي اسالك الاستاذ ابراهيم موجود؟ اجازه. كم يوم؟ اسبوع. ماشي شكرا. يا هلا. Thank you.
مشكلتي أنا لحالي؟ لا، بس أنا ما هربت. عم بقول لك شو بدك أنا بعمل؟ شو بدك بعمل؟ إذا بدك أمشي هلأ، هلأ منروح منكتب كتابنا. وأهلك؟ شو بدهم يعملوا أهلي يعني؟ يذبحوني؟ وأنا قبلانة؟ لا إمتى رح تبقى هربان؟ قلي شو طلع معك؟ ولا شيء. أنا بحبك وبموت عليكي، وهذا الشيء الوحيد اللي بعرفه متأكد منه. بقيت عليها يعني؟ حس حالي رح موت. ولا قلك احسن شيء اني موت. خالتي إني موافقة على الزواج. مرحبا بابا. أهلين. شبه بنتك مو طبيعية. سلمى وافقت على الزواج من الدكتور جمال. هي هيك قالت ليك؟ بعظمة لسانة. وإمتى أختك وابنها رح يمنحونا شرف زيارتهم؟ كانوا ناطرين رد سلمى. خير إن شاء الله. مرحبا. أهلين. أنسة سلمى موجودة؟ سلمى أخذ إجازة مشان خطبتها. صلك 5 أيام ما أكلتي شيء يا ماما. ماما رجاء تركيني بحالي. مشان الله يا سلمى قومي شوفي وشك على مرايه شلون أصفر. ما بدي شوف شيء. خلص خلص ارتاحي. بس أنا بدي دق لريما تجي تتفاهم معك.
لأيمت رح نبقى هيك؟ يا إبراهيم خلص، البنت فيك تعتبرها بحكم المتزوجة. نحن عملنا كل شي منقدر عليه، بس الموضوع طلع من إيدنا، خلص انتهى. وأنا كمان انتهيت. والشغل؟ الشغل ما عاد في شي مهم. لا، في شي مهم، شغلك ومستقبلك. اسمع يا إبراهيم، أنا ما حكيت معك لأني بعرف إنه هاي الحالة بدها تاخد حدها، بس خلص أنت صار لازم تفهم إنه الإنسان ما بتتوقف حياته عند أول شخص بيخسره، ولا عند أول موقف صعب بيتعرض له. إن شاء الله بكرة قدامك حياة طويلة، رح تعيش وتشوف الناس وتتعرض لمواقف كتير. إذا ما كنت قوي ما بتقدر تتجاوز أزماتك. إبراهيم حبيبي، صدقني الشي اللي عم تعمله بحالك لا بيفيدك ولا بيفيد سلمى. بعرف إنه ما بيفيدني، بس مو طالع بإيدي همشي. شو بفهم من الحكي؟ رح تبقى هيك؟ ما أرجوكي، تركيني بحالي. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. خدمنا يا كم. مبروك يا جمال. الله يبارك فيك. خالي سلمى كم. مبروك حبيب قلبي. الله يبارك فيكم. الله يخلينا ياكم. انا عم فكر اذا ما عندكم مانع يعني نحدد موعد العرس. إيه ليش لا، خير البر عاجله، ما في مانع. لانه انا بصراحه يعني بهالشهرين اللي مضوا زبط اموري وصرت جاهز تقريبا. انا برايي نحدد يعني مو الخميس القادم، اللي بعد القادم، ولا شو رايكم؟ على بركه الله. طيب سلمى مو لازم ناخذ رايها؟ لا ما في لزوم عمو، نحن منقرر. أنا قايمة بارك العروس. اتركيها اتركيها، هلا بتكون خجلانة. يو شو خجلانة؟ فاتح تنقرت وصارت كنتي. ألف مبروك يا عم سيدنا، ألف مبروك. حبيبتي بدك تسلمي على خطيبك. الله يبارك فيك. تفضلي. نحن بعد إذنك طبعا حددنا موعد العرس، مو الخميس القادم، اللي بعده، شو رأيك؟ مثل ما بتكون. على إذنكم. تفضلي. شو صار لك؟ عم تسمعيني؟ عم بسمعك. ماما انت تعبانه شي؟ لا مرتاحه. اكيد طبعا، مو عروس، مو نقيتوا لي عريس مثل ما بدكم. يا ماما نحن بدنا مصلحتك. انا عم بقول هيك، بدكم مصلحتي، بس مالي عرفاني شو مصلحتكم تدفنوني بالحياة. هاي دفنتوني، أخيراً شرف الخطيب المنتظر. هاي أنا مثل ما بدكم، فرحوا انبسطوا وزلغتوا. هاي حددتوا موعد العرس كمان، شو بدكم؟ بدنا اياك تكوني أنت جاهزة يا سلمى. أنا جاهزة. الله يهديكي ويهدي بالك. بكرة بس تهدي وتهدى أعصابك رح تشوفي إنه نحن اشتغلنا لمصلحتك. طيب طيب، أنا برجع بحكي معك. ماشي، مع السلامة. خير أبو العز، شوفي.
الآن عليك. اسمع مني يا إبراهيم ولا تفوت الفرصة من إيدك. معلش تركني كام يوم. كام يوم بس. فكر على مهلك. بس لا تطول كتير. لأنه كتيرين ناس حاطين عينهم على هالسفرة. طيب فكر. زهير اهلا وسهلا شرفتي. اهلا فيك يا ست مها. تفضلي. هيك الدنيا يا ست مها. اسمه نصيب. ان شاء الله الف مبروك يا الله يبارك فيكي. يعني دريتي؟ ايه والله. حكولي تفضلي. سلمى صممت ما حدا بيخيط لها فستان العرس الا ست مها. هذا الفستان اللي ما بقدر خيطه. معناتها لساتك زعلانة يا ست مها؟ أنا ماني زعلانة من حدا. بس أنتي بتعرفي إنه هذا الفستان تحديدا ما بقدر خيطه. ماما أنتي مو بدك تروحي على بيت خالتي؟ إيه بدي روح. طيب ممكن أبقى عند مها شوي؟ مشتاقت لها. إيه ممكن، ليش لا؟ بس بدك تتأخري؟ بجي بعد الظهر بصير؟ بصير، ليش لا؟ والله ما بتقومي قبل ما تشربي القهوة. دقيقتين بجهزها. ما قلت لك يا سلمى ما بدنا نحرجها للست مها؟ خلص ماما تركيني على راحتي شوي. مثل ما بدك. ليش عم تحكي هيك يا سلمى؟ هذا توب عرسك مو كفنك. بس انتي بتعرفي انه هاد كفني. طولي بالك، انتي لساتك بأول عمرك والحياة قدامك. اعتبري الأيام اللي راحت ذكرى حلوة، بس لا تخليها تأثر على علاقتك بزوجك. ما جاوبتيني على سؤالي. يا حبيبتي أنا ما بخيطك فان. بس هيك؟ لا مو بس هيك. أنا زعلانة عليك وإبراهيم كتير. مسكين ما عم يقدر ينسى. عم يفكر يسافر برات البلد. ما عم يقدر يفوت على بيته. أنا شو بعمل بحالي؟ ما تعملي شي. عيشي حياتك. بكرة أنت بتنسي وهو بينسى. على القليلة عندكم ذكرى حلوة. أنا ما رح أقدر أنسى. إذا هو نسي ما رح سامحه أبداً. مشتهية غمض عيوني وانسى كل شيء. وابراهيم؟ ابراهيم ياريت كمان انسى. تعبان كتير يا ما. ما حدا عم يحس فيني. بالبيت بيعاملوني كأني ماني موجودة، كأنه الموضوع كله ما بيخصني. تخيلي حددوا موعد العرس حتى بدون ما يسألوني. وخطيبي؟ شفته مرتين ثلاثة وما حكينا كل شيء، وكأن الموضوع منتهي. كأن السنة اللي مضت كانت حلم أو خيال. بس أنا ما عادت سلمى القديمة، وهي المشكلة. حاسة إنه عمري كله كان كذب كبيرة، وفجأة فتحت عيوني على شي ما بعرفه. ولما عرفته صار كل حياتي. وهنن بدهن ياني أترك كل حياتي وراي، انساها، دمرها، انزع من قلبي وروحي وعقلي. بدهن ياني ارجع مثل الاول، بحب يلي بيحبوه اهلي وجوزي وخالتي وعمتي. بس ما بيعرفوا انه فات الاوان والكل خسران. هن الخسرانين، انا اكبر الخسرانين. بكفي سلمى، قطعتي قلبي، حاج تعذبي حالك. يا ريت يخلوني اعذب حالي كمان. حتى ممنوع أعذب حالي. لوين؟ لازم تعرفي لحالك. لا تقولي لي بدك تشوفي إبراهيم. أنا ما بقيت عندك حتى أشوفك، بس لازم أشوف إبراهيم. بجوز ما أحسن أشوفه بعدين. آسفة ما أزعجتك.
انت ما ازعجتيني، بس انا خايفه عليك كثير. لا تخافي علي، بعدين انا كنت بعرف انك ما رح تخيطي الفستان، مع انه هذا الفستان اللي كنت عم احلم خيطه انا كمان حرموني منه. قلت لك انه الكل خسران. طمنيني عنك، في اشياء لك كثير ان شاء الله. بتستناني طول عمري رح احط لك فنجانك واستناكي، بس انت صايرة عم تتأخري احيانا. ما عم تجي هديك المرة رقصت معك، انا رقصت معك والرقصة كانت حلوة. وين كان؟ كان بدرج الخزاني. بجوز تكون هي آخر قصة من القصص سوا. لا
لأنك رح تجي وترقصي على قبري. وانت؟ أنا روحي رح ترقص معك. تعبتي؟ اشتهي اموت هيك وعيش هيك. اذا بدي بموت، بس لا تتركيني لحالي. دائما رح تكون معي، كنت معي ورح تبقى معي دائما. خبيتك من شان ما حدا يشوفك. بخاف عليك كتير. بخاف عليك من الهوى، من الشمس، من عيون الناس. إذا سافرت ترك لي كل شي على حاله حتى أجي أتنفس. بدك يعني سافر؟ يمكن إذا سافرت أحسن، على القليلة بيخف عذابك. وعذابك؟ قلت لك أنا مدت، مشاني أنت لازم ما تموت.